كان عندنا في صلح تم في الجيزة عايزين نقدمه ونكمل معاكم، وبعد كده نشوف في صلح جديد، مشكلة في سوهاج. هنشوف هذه الصورة وهذا الفيديو لصلح تم في الجيزة ونكمل معاكم. هو ده، تعالوا معنا. محضر الصلح وتسليم الجودة الكفن بين عائلة عفيفي وعائلة الضلوع. يوم 2/7/2018 حدثت مشاجرة بين أحد أبناء الطرف الأول وأحد أبناء الطرف الثاني، وكان من أثارها بتاريخ 8/7 نتج عنها وفاة المرحوم علي عمر علي عفيفي من الطرف الأول. فقد رغب الطرفان في عقد جلسة الصلح وإنهاء الخصوم السائلية ورد غرف الدم طبقا للآتي: أولا، تم بالرضا والتراضي بين الطرفين على أن يقوم الطرف الثاني بتقديم الجودة الكفن إلى ولي الدم المرحوم علي عمر علي عفيفي من الطرف الأول بتاريخ اليوم، والذي قبل هذا العرض وارتضى تلقي الجودة الكفن من الطرف الثاني. هات الميكروفون ده، خد حقك مني، خد حقك مني، عفوت عنك لوجه الله، عفوت عنك لوجه الله. عارف داخلين 2019 ازاي وفي كميه مشاكل كبيره والناس كلها يعني. تحيه للصلح بين الضلوع وعفيفي بالعياط، وبنقدم لكم صوره جديده. يا ريت يا جماعه تخلوا الصلح ده، صوره الصلح بتشرح قلبي، لانه عندنا كميه نداءات كثيره جدا. انا فاكر مثلا ان احنا هنقدم صلح كل شهر، مطلوب ان احنا نعمل صلح كل ساعه، انا مش عارف ازاي. كل هذه جرائم ارتكبت في 2010 2011 2012 شيء صعب بنجني ثماره السيئه حتى الان. عندنا نداء وصلح برضو، مطلوب ان تعمل صلح في سوهاج. احنا مش هنقول الاسم، لكن في حديثي مع الموقر مندوب شيخ الازهر اللي مسؤول عن هذه المصالحات الشيخ بلال، قلت له في صلح كان في سوهاج الحلقه قبل الماضيه. الفتاه عمرها 14 سنه اتخانقت مع ابن عمها ضربته بالسكين فتوفى، وكمان الصلح بتاع النهارده يتم اذا كان ممكن العائلات يتم لم الشمل مع الاحتفاظ بحكم القانون وتوابعه. يعني اللي يتحبس يتحبس بس العلاقات ترجع. اللي بيحصل ايه؟ الاسر تقف قدام بعض ويجيب سلاح وطخ وعليك طار ومعليكش حاجه. احنا مش في 2019، مش عارف ازاي. يعني ربنا يكون في عون الدوله اللي بتعمل انشاءات ومشروعات ومدارس ومدارس ياباني. طب الياباني هتمشي ازاي في الصعيد مع هذه العاده السيئه الصقر؟